إلى الحدود اللبنانية، كلمة الآن تلقيها بهية الحريري نائبة عن كتلة تيار المستقبل. عن هذه الممارسات ما فيكم هيك تضلكم واقفين هون شباب، بس شوي لن كمان إذا بتيجي شوي يعني، بس قربوا من هون إذا بدكم. كما ندعو إلى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف التي تشكل أولى القبلتين وثالث الحرمين وهي راسخة في ضمير كل مسلم. بمناسبة الذكرى 73 للنكبة الأليمة ومجازرها ومآسيها، فإننا نتوجه بأخلص المشاعر الأخوية الصادقة إلى أهلنا في القدس وفلسطين المحتلة وفي غزة الباسلة والصامدة، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم، وأننا نقف هنا لنقول لهم أننا نعيش معكم مواجهتكم الباسلة ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، ونحمل لكم كل التضامن الكامل من دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ومن عموم أهلنا في كل لبنان، مسيحيين ومسلمين، من بيروت إلى الجبل إلى طرابلس والمني والضني وعكار البقاع الشمالي والأوسط والغربي وراشية وصيدا والجنوب. إننا نحيي صمود أهلنا الفلسطينيين في مواجهة الممارسات العنصرية الإسرائيلية في القدس وحي الشيخ جراح والمدن والقرى داخل حدود 48. إننا أردنا اليوم أن نكون هنا مع أهلنا في جنوب لبنان الذين واجهوا العدوان والاحتلال على مدى عقود طوال ولا يزالون، وهم منا ونحن منهم، وأن نقف هنا لنرفع الصوت عاليا ونقول لأهلنا في فلسطين الحبيبة بأننا نعتز بصمودكم ومواجهتكم للهجمة الهمجية العنصرية التي أعادت الصحوة إلى ضمير كل أحرار العالم، وأنكم بصمودكم ومقاومتكم عدتم تجديد قضيتكم العادلة في وعي ووجدان الأجيال الصاعدة في الوطن العربي وفي العالم. عشتم عاش لبنان، عاش فلسطين حرة مستقلة. عاشت القدس.